السلام عليكم، معاكم أمين من شركة جولدن ديدكتر بأبو ظبي، الشركة المختصة بجس الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. ومثل ما عودناكم بتقديم دائما كل جديد بهذا المجال، اليوم نقدم لكم جهاز الحث النبضي الجديد من مصنع OKM الألماني، جهاز البلس نوب، واللي بطبيعة الحال بيتوفر بأربع نسخ، نسخة الدلتا، الدلتا بلس والأوميجا، وأخيرا نسخة اليوم الأوميجا بلس، واللي بيقدم معها المصنع الألماني الفريم كويل اللي بيجي بقياس 104 سنتيمتر مربع، واللي بالتحديد بيعطي البلس نوفا الإمكانية للوصول لأعماق كبيرة جدا. وبخلاف جميع أجهزة الحث النبضي السابقة اللي بيعيبها صعوبة البرمجة وإضاعة الكثير من الوقت والجهد بإعداد وبرمجة الجهاز لحتى يتلائم مع طبيعة الأرض المنقب، بيتميز جهاز البلس نوفا ببرمجة أوتوماتيكية قادر على نقله مباشرة ليتربع على عرش أجهزة الحث النبضي من حيث الأداء المضمون وتوفير الوقت الضائع على المنقبين بإعدادات الجهاز، البرمجة أو حتى التجربة. خيارين فقط بالجهاز، الأول للحساسية والثاني لمستوى الصوت، ومعايرة أرضية تلقائية بضغطة زر واحدة لمدة 3 ثواني، من بعدها الجهاز مباشرة جاهز ومستعد للبحث. هذا هو الشرح المفصل لاستخدام الجهاز. لاستعراض اكسسوارات الجهاز وتجربته خليكم معنا وتابعوا الفيديو للآخر. ننتقل حاليا لاكسسوارات الجهاز اللي بتكون مقدمة معاه. طبعا اول ما نفتح علبة الجهاز بنكون موجود عندنا بطاقات الضمان، اول بطاقة ضمان الخاصة بشركة جولدن ديدكتر، وايضا بطاقة ضمان الخاصة بشركة OKM، وجميع كتالوجات الجهاز ودليل المستخدم. الوحدة الرئيسية للجهاز المصنوعة بأفضل البلاستيك المقوى وتصميم رائع، طبعا وزن خفيف يقارب 640 جرام، ببطارية داخلية بتدوم لثمان ساعات متواصلة من العمل. عندنا أيضا ذراع الجهاز اللي بيتميز بصلابته وبنفس الوقت أيضا خفة وزنه بوزن يقارب 900 جرام، واللي حرصت فيه شركة OKM على تسهيل عملية التركيب على المستخدم. طبعا مثل ما احنا شايفين بيكون جاهز علينا فقط ان احنا نركب القرص من هذا الطرف. وايضا مع كشاف ضوئي لتسهيل عملية البحث اثناء الظلام. وبننتقل لأول قرص مع الجهاز، قرص أوميجا مونو 38 38 سنتيمتر دائري ضد الماء بشكل كامل بوزن 800 جرام. القرص الثاني اللي بيجي مع جهاز الأوميجا بلس اللي هو أوميجا مونو 18 سنتيمتر دائري أيضا ضد الماء بوزن يقارب 380 جرام. وعندنا أيضا هون سماعات باناسونيك وجميع اكسسوارات الشحن. واخيرا طبعا مع الفريم كويل بقياس 104 سنتيمتر مربع عالي الجهد النبضي للوصول لاقصى عمق ممكن للجهاز. خليكم معانا لتجربة الجهاز. ننتقل معاكم حاليا لتشغيل الجهاز وتجربته. طبعا بسبب حساسية الجهاز اللي جدا عالية مضطرين نجرب الجهاز على القرص الصغير 18 سنتيمتر. بداية من شغل الجهاز من الوحدة الرئيسية، في عندنا خيارين نفس ما ذكرت سابقا، زر تعديل الحساسية وتعديل مستوى الصوت. للمعايرة الأرضية بنضغط على زر تعديل الحساسية لمدة 3 ثواني، والجهاز بيعمل عملية المعايرة الأرضية التلقائية. راح نجرب الجهاز على قطعة الذهب. جرب من وراء الحاجز. طبعا بس للتذكير هذا بالقرص الصغير وايضا باقل مستوى حساسية بالجهاز. وبالنهاية بنجيكم مع الفريم كويل 104 سنتيمتر. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه طريقة التركيب لاستخدام الشخص الواحد. بيفضل عند استخدام هذا القرص يكون في شخصين من كل طرف لحمل القرص، بيكون اسهل على المستخدمين. وهذا الفريم كويل بالتحديد هو اللي بيعطي الامكانية للبلس نوفا للوصول لاعماق كبيرة. هذا كان جهاز البلس نوفا الجديد، وشكرا على المشاهدة.